افتتح معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري افتتح معرض البحرين للاستثمار العقاري 2019 الذي يقام في مجمع سيتي سنتر خلال الفترة من 7 وحتى 9 من شهر فبراير الجاري وبمشاركة كبريات شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة صرح معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بأن تنوع المعارض المعنية بشأن العقاري يأتي متناسقا مع ما يتطلع لهذا القطاع من دور هام خلال المرحلة الحالية والمقبلة، لما يلعبه القطاع العقاري اليوم من دور حيوي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تسهم في الناتج الإجمالي البحريني. وذكر معاليه بأن السوق العقارية في مملكة البحرين تعتبر سوقا آمنة مستقرة وقادرة على التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية في ظل سياسات الحكومة الموقرة الداعمة للقطاع الخاص، والذي بدوره يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد البحريني وفي عملية تنفيذ المشاريع مع وجود إجراءات حكومية منظمة وميسرة لنشاط القطاع الخاص تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. مضيفا معاليه بأن الدعوة اليوم لجميع المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في البحرين في القطاعات المختلفة وبخاصة في القطاع العقاري، في ظل وجود بنية تحتية مهيئة ومنظومة قوانين وإجراءات ضامنة وأكثر تطورا وتيسيرا. وقال معاليه إن مؤسسة التنظيم العقاري أصدرت حوالي 1123 رخصة، من بينها 85 مطورا عقاريا و39 مشروع تطوير عقاري ورخصة إعلان البحث الميداني و548 وسيطا عقاريا، مثنيا معالي الشيخ سلمان على أهمية الدور الذي تطلع به مؤسسة التنظيم العقاري في تسريع وتيرة العمل لتنجز جميع ما هو مطلوب منها من إجراءات منظمة ومنفذة للقانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن قانون تنظيم القطاع العقاري. والله مؤشرة جيدة وأنا متفائل جدا، يعني على الوضع الاقتصادي العالمي بس كانت النتائج طيبة جدا، والأعداد المقدمات والأوراق البيع والشراء بالعكس يعني عدده جيد ممتاز، وأنا راضي عنه الحقيقة ومتفائل للمستقبل. كل معرض أشوفه أحسن من الثاني، يعني في تطور دائما مستمر، وهذا شيء يبين ويشوفون الناس في البحرين وخارج البحرين. وطبعا التنظيم العقاري أيضا وجد الحمد لله الآن طبعا توجيهات من مكتب النائب الأول، والحمد لله بدأ يجني الآن ثمار هذا المؤسسة، وحسب ما شفت المستثمرين هنا كلهم مرتاحين ويشكرون على هذا التنظيم والقوانين اللي تحميهم وتحمي المطور وتحمي المستثمر في نفس الوقت.